وللمزيد من التحليل والمتابعة معنا من بيروت دكتورة زينة منصور الباحثة السياسية. بعد التحية دكتورة زينة. صباح الخير. صباح الخير. يعني القوات الإسرائيلية لا تزال تشن عمليات برية ضد حزب الله وتتبع سياسة الاغتيالات وإنذارات بالإخلاء. هل استطاعت بالفعل تحقيق أهدافها العسكرية على أرض الواقع في الضاحية الجنوبية واستهداف مقرات حزب الله، خاصة أن الطبيعة الجغرافية وطبيعة المكان يعلم بها أكثر حزب الله؟ نعم، صباح الخير سيدتي الكريمة، والتحية لحضرتك وللمشاهدين الكرام. جوابا على السؤال، إسرائيل تكمل مخططها في تفكيك البنية التحتية الصاروخية والعسكرية لحزب الله وحتى الكوادر البشرية، وهي كما شنت حربا على غزة طوال العام الفائت، ونحن اليوم نبدأ العام الثاني من حرب غزة، وها هي حالة المعركة والحرب في لبنان تتحول إلى غزة ثانية، برغم أن الأولوية لأهل الأرض في عملية أي حرب، ولكن هناك تفوق على مستوى سلاح الجو، تفوق تقني تكنولوجي، وهذا التفوق يعطي اليد العليا والأولوية للسلاح العسكري الإسرائيلي. نعم، عملية الالتحام جنوبا تكون القدرات القتالية لمقاتلي حزب الله أعلى، ولكن إسرائيل تتجنب عملية التوغل البري المباشر وتستعيد عنه بعملية الغارات الجوية المكثفة واستخدام البوارج البحرية بحرا، وهي بالأمس أنذرت من جنوب الليطاني، كنا نتحدث عن نهر الليطاني، بدنا نتحدث عن النهر الأولي على مشارف مدينة صيدا إلى جنوب الأولي الآن، بأن هذه المنطقة كلها يجب إخلاؤها لأنها ستكون مسرحا لعمليات عسكرية تنطلق من البوارج البحرية، ما ينذر وما يشير إلى أن هناك حملة عسكرية بحرية برية جوية سنشهدها وسيشهدها لبنان في الأيام القادمة. يعني دكتور فيما يتعلق بموضوع نعم تفضل. طيب دكتورة زينة، هل يمكن أن تنجح إسرائيل في الاجتياح البري لجنوب لبنان ودفع قوات حزب الله لشمال نهر الليطاني؟ يعني ماذا تريد إسرائيل من تطويل أمد الحرب في تلك الفترة؟ حقيقة سيدتي الكريمة، الحرب الإسرائيلية لن تتوقف كما يبدو، رغم كل ما يقال عن تطبيق القرار 1701، الورقة الفرنسية الأمريكية من أجل هدنة 3 أسابيع، المبادرات الدولية، المفادين الدوليين، الوساطات، كل ما نشاهده من مساعي دبلوماسية وإن كانت جدية وبمنتهى روح المسؤولية، ولكن الواقع الميداني على الأرض يشير وينذر إلى أن الحملة الجوية مستمرة، الحملة البرية قد تتوسع، وما زالوا في مرحلة touching the water، لمس المياه لاستكشاف طبيعة المسرح الميداني العسكري، وها هم ينذرون أيضا باستخدام البوارج البحرية. فإذا المشهد العسكري زاهد نحو مزيد من التصعيد. السؤال اليوم، بعد أن فككت إسرائيل البنية التحتية لحماس وحرقت 70% من قطاع غزة ودمرت فصائل حماس ومجموعاتها القتالية، وهي اليوم أيضا تجهز على فصائل حزب الله بمختلف قياداته من العليا إلى الوسطى إلى الميدانية وكبار مسؤوليه، ماذا تريد بعد؟ هل المعركة فقط تفكيك حزب الله وحماس، تفكيك أذرع إيران، أم هناك ما هو أبعد من أهداف لم تكشف عنها الحكومة الإسرائيلية، ربما تتعلق بمواجهة إسرائيلية إيرانية مباشرة، ونحن على بعد ساعات أو أيام من عملية الرد الصاروخي الإسرائيلي
الإسرائيلي على الضربة الإيرانية لإسرائيل. فنحن اليوم بتنا ذاهبون إلى مواجهة إقليمية، إلى اصطدام كبير، وهذا الاصطدام الكبير بات واضحا. ما يجري في لبنان، ما جرى في غزة، لا يمكن أن يكون ما وراءه فقط تفكيك حماس وحزب الله. لابد أن هناك مخطط معين يندرج تحت ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. اليوم المعركة لدى إسرائيل هي معركة وجود وليست معركة حدود، وهي معركة رسم خريطة أمنية تمهد الطريق لإقرار الشرق الأوسط الجديد على المستوى الاقتصادي، وما يحكى عن ممرات وطرقات للتجارة الدولية جديدة وقديمة إلى ما هنالك. فإذا المشهد تجاوز الحملتين البرية والجوية على لبنان، وتجاوز ما يجري في قطاع غزة، ولا شك أن لا تسوية في لبنان ولا وقف لإطلاق النار ما لا يتم هناك اصطدام كبير إقليمي تذهب من بعده جميع الأطراف إلى تسوية كبرى على مستوى الشرق الأوسط. دكتورة زينة، يعني منذ 2006 وقرار 1701 مجلس الأمن، يمكن الطرفين لم يلتزموا بهما. هل يمكن أن يسهم وقف إطلاق النار في جنوب لبنان كل طرف، إسرائيل ولبنان، يعلنوا الموافقة فعلا على تطبيق القرار؟ يعني أين نقاط الخلاف؟ نعم، هذا هو المرتجى سيدتي الكريمة، أن يتم العودة إلى مفاعيل القرار 1701. وهنا دعيني أشير، هذا القرار كلف الأمم المتحدة تمويلا، نفقات وبنية لوجستية لعشرة آلاف جندي أممي من القبعات الزرق، قرابة 13 مليار دولار على مدى 18 سنة، 800 مليون دولار سنويا. هؤلاء اليوم لا دور لهم، الجيش اللبناني محيد عن المعركة، هناك مواجهة مباشرة بين حزب الله من ناحية بقواته الميدانية وبقواته الصاروخية، وما بين القوات الإسرائيلية. فإذا 1701 بحسب ما نرى من تطورات عسكرية دراماتيكية برغم كل المناشدات الدولية للعودة إليه، بات وراءنا ميدانيا على المستوى العسكري والميداني والتطور الدراماتيكي للحرب منذ 10 أيام حتى اليوم. فإذا نعم، القرار 1701 كان فرصة، ولكن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية فوتت فرص، كان هناك فرص ينبغي التقاطها في زمانه ومكانه، عندما كان المفادون الدوليون يأتون من أجل إعلان فصل الجبهتين. حين أعلن لبنان بعد اغتيال أمين عام حزب الله نيته بفصل الجبهتين، وحين أعلن رئيس مجلس النواب أن أمين عام حزب الله قبل اغتياله أبلغه بأنه يوافق على تطبيق 1701 على جانبي الحدود، باتت إسرائيل لا تريد تطبيقه، دخلت في حملتها البرية والجوية، وبات الأمر مجرد كلام على مستوى الأقنية الدبلوماسية والواقع العسكري على الأرض شيء آخر. فإذا اليوم الحالة الميدانية تجاوزت 1701، لبنان في عين المعركة بكافة أوجهها، برا جوا بحرا. هناك أكثر من 1.5 مليون لبناني نازحون من بيوتهم بحالة إنسانية. دخل لبنان في خطأ كبير، كان الأجدى به بمنتهى الصراحة فصل المسارات وفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة، وتجنيب لبنان هذه الكارثة وهذه الهزيمة، بمعنى أن لبنان غير جاهز كان لا لحرب عسكرية ولا لمحنة اقتصادية ولا لمحنة إنسانية ولا لمحنة اجتماعية. دخل في كل هذه المحن وهو غير مستعد ولا لأي أزمة، بالكاد كان قادرا أن يواجه أزماته وانهياره الاقتصادي. وشهدنا اليوم حالة من التفكك على مستوى المؤسسات نتيجة الصدمة التي أصابت الطاقم السياسي بعد اغتيال أمين عام حزب الله، لأن كان هناك جهاز إداري حزبي هو الذي يتولى عملية المفاوضات والحرب عمليا، وكان هناك جهاز دولاتي مؤسساتي هو يقوم بنقل الرسائل مع المفادين الدوليين. فجأة حصل عامل مفاجأة، اغتيل الأمين العام، بدأت الحملات الجوية والبرية، استهدفت بنية الاتصالات والقيادات الوسطى والعليا والميدانية لحزب الله، ووقع المحظور ما لم يكن متوقعا. فهناك حالة من الضياع، الموقف الرسمي يعتبر هزيل مقارنة مع حجم تورط لبنان في هذه الحرب. نعم،
بشكرك دكتورة زينة منصور من بيروت الباحثة السياسية.